السلام عليكم متتبعين صفحة مول الهمزة على الفيسبوك. مرحبا بالجميع معنا في هذا اللايف الجديد. السلعة راه جات، جاو شكيلات ديال الهاشوار، شكيلات ديال الكاترونات. هذا شكيل جديد ديال الهاشوار، 3 يطرو. هذه ديال 3 يطرو. كاين هذا الشكيل، هذه ديال 2 يطرو اينوكس، وحاجه مزيانه. كاين الجديد في الشكيلات ديال الميزان، ها الجديد عاوتاني في الميزان، شي حاجه زويونه. الشكيل ديالو كيف ما كتشوفوا، والكاباسيتي ديالو 5 كيلو، كيهز 5 كيلو. وكاين هذا الشكيل، هذا حتى هو ديال 5 كيلو. الثمنه ديالهم راه ثمن واحد، غنقدمو من بعد. السيده اللي كتسول فين، حنا في مكناس في ويسلان حدا مؤسسه اللابو. كاين شكيلات جداد ديال الاشوار كيف ما شفتو معانا، 2 يطرو و 3 يطرو. اذا على بركه الله نبداو نقدمو لكم السلعه بالاثمنه ديالها، ونبداو من السلعة ديال 1000 ريال 50 درهم. سليلات ديال المرايا، هادو الثمن ديالهم 4 ديال السليلات غير ب 50 درهم. 4 السليلات الثمن ديالهم عند مول الهمزة 1000 ريال 50 درهم. الشكيل ديالهم زويون وبريستيج كيف ما كتشوفوا. هادو الثمن ديالهم كيف ما قلنا 4 ديال السليلات غير ب 50 درهم. الله يبارك فيك خويا ومرحبا. كاين هاد الشكيل هذا عاوتاني ديال السليلات الكبار، هادي الثمن ديالها 50 درهم 1000 ريال. كاينه في اللوينات بجوج، كاينه في الذهبي وكاينه حتى في الارجنتي. الجديد عاوتاني قريعات في شكيل جديد، هادو كراف، هاهما كيف ما كتشوفوا، كتهز يطرو ونص، والثمن ديالها عند مول الهمزة غير بخمسين درهم 1000 ريال. الزاج ديالها كلير وصافي كيف ما كتشوفوا، الثمن ديالها عند مول الهمزة غير بخمسين درهم 1000 ريال. كاين شكيلات ديال لي بورت سيرفيت، شكيلات زويونين في الضوغي. كاين هاد الشكيل هذا المشبك، الثمن ديالها غير بخمسين درهم 1000 ريال. كاين شكيلات ديال بلاطو ميطال، حتى هو مازال متوفر عند مول الهمزة، الناس دات منو ومازال كاين، حتى هو مازال سولد. جوج ديال البلاطويات غير بخمسين درهم، جوج ديال البلاطويات الثمن ديالهم غير بألف ريال. الميزان كيف ما قلنا الثمن ديالو 1200 60 درهم الميزان. كاين هذا الشكيل هذا وكاين هذا الشكيل. كاين شكيلات ديال الترموس اللي زويونين كيف ما كتشوفوا معنا، كاليتي زويونه اينوكس بالبوشيطه ديالو. كاين هذا 350 مللتر، هذا الثمن ديالو 45 درهم 900 ريال. وكاين الكبير اللي هو هذا ديال 500 مليلتر ديال نص يطرو، هذا الثمن ديالو 1000 ريال 50 درهم وبالبوشيطه ديالو معاه. شي حاجه زويونه وكاليتي. شكيلات ديال بورترولو، الناس راه دات منهم ومازال متوفرين عندنا، شكيلات زويونين والثمن ديالهم كيف ما قلنا 1200 60 درهم. بلاطو فوكوير حتى هو الناس دات منه ومازال كاين، هذا سولد عند مول الهمزة غير ب 40 درهم 800 ريال. سولد عند مول الهمزة غير ب 40 درهم. كاين هاد الشكيلات عاوتاني، هادو شكيلات زويونين مرايا،
فيهم هاد اللوين هذا في الارجنتي وكاين هاد اللوين هذا في الابيض. هادو الثمن ديالهم 50 درهم 1000 ريال البلاطو. فيهم شكيلات زواونين كيف ما كتشوفوا ومرايه. الثمن ديالهم كيف ما قلنا 50 درهم 1000 ريال البلاطو. وندوزو معاكم دابا السلعه ديال 60 درهم 1200. كاينه سلعه بريستيج وزويونه واثمنه جد خياليه عند مول الهمزه. الكوبات حتى هما الناس داو منهم ومازال متوفرين عندنا. كوبات ديال المرايه كاين هذا الشكيل هذا دا شكيل زويون وكاين هذا الشكيل هذا. هادو الثمن ديالهم ثلاثة ديال الكوبات عند مول الهمزة غير ب 1200. ثلاثة ديال الكوبات عند مول الهمزة غير ب 60 درهم 1200. الله يبارك فيك اختي ومرحبا. كاين شكيلات ديال الطويجنات هادو شكيلات زويونين. هذا الموديل الجديد والثمن ديالو 1200. 60 درهم للطويجين. الشكيل ديالهم زويون مرايه كيف ما كتشوفوا والثمن ديالهم 1200 للطاجين. كاين هاد الشكيلات هادو ديال المبيخره هادو شكيلات زويونين هادو الثمن ديالهم 1200. فيهم جوج ديال اللوان كيف ما كتشوفوا معانا. كاين هاد اللوين هذا نوار وكاين هاد اللوين هذا في الابيض والارجنتي. الشكيل ديالهم زويون والثمن ديالهم 1200 المباخره. كوكوطات غرانيت حنا ندوزوهم اختي. جاو وجاو في العبارات كاملين خويا سيمو. حنا ندوزو نيت كوكوطات ديال الغرانيت. كاين هاد الشكيلات هادو ديال الفراقه هادو شكيلات جداد وزويونين. هادو الثمن ديالهم 1200 60 درهم الفراقة. كاين هاد الشكيل هذا حتى هو الثمن ديالو 1200 60 درهم. تعاونوا معنا بشوية ديال البارطاج ولي لايك باش كلشي يستافد من العروض اللي غيدير لكم مول الهمزة بمناسبة رأس العام كيف ما قلنا لكم. كاين هاد الشكيل هذا حتى هي الثمن ديالها 60 درهم. وكاين هاد اللوين هذا في الذهبي ومقيوس بالاحمر حتى هي الثمن ديالها 1200 60 درهم. كاين الشكيلات عاوتاني ديال المول بالفران على زوج. المول ديال الفران على زوج كاين الكبير او الصغير. عند مول الهمزة الثمن ديالهم غير ب 1200 60 درهم جوج ديال لي مول الفران. كاين هاد الشكيل الضاير وكاين هاد الشكيل المربع باليدين حتى هو على زوج. واحد ديال 3.2 لتر واحد ديال يطرو 95 يعني تقريبا جوج يطر. كاين هاد الشكيل هذا المربع كيف ما قلنا بليديدات. وندوزو الاواني بريستيج شكيلات زويونين كيف ما قلنا لكم واثمنه خياليه. الفراقه اوفال ديال المرايا على جوج الثمن ديالها 2600 130 درهم. هذا شكيل جديد وخطير كيف ما كتشوفوا معانا والثمن ديالو خيالي عند مول الهمزه. كاين هاد الشكيلات عاوتاني ديال البيفي هادو شكيلات زواونين فيهم الكبيره والصغيره فيهم الوينات. كاين لارجونتي مفتوح كاين لارجونتي مغلوق في هاد الشكيل وكاين الذهبي. هادو سولد عند مول الهمزه غير ب 3500 175 درهم.
فيهم الوينات زواونين كيف ما كتشوفوا، كاين الذهبي وكاين الارجنتي في جوج شكيلات. نعاودو نذكروا الناس بالعنوان، كيف ما قلنا احنا في مكناس في ويسلان العمارات حدا مؤسسة اللبيب حدا المحطة ديال الطاكسيات بالضبط. كيف ما كتشوفوا مؤسسة اللبيب هي كاينة قبالة المحل، كاينة المحطة ديال الطاكسيات رايك باينة من هنا، وكاين الشارع الكبير ديال العمارات هو اللي حدا الطاكسيات حدا التيرمينيس الطوبيس. كيف ما كتشوفوا البنك الشعبي هو باين من هنا، محطة الطاكسيات، وفي الاخر ديال اللايف راه غنخرجوا الشانطي ضروري. نعاودوا نكملوا معكم بالاواني بريستيج، ندوز الناس اللي باغا تشوف الكوكوطات جرانيت جداد تخلي لنا كومونتير وغندوزهم ان شاء الله في الاخر ديال اللايف، ولا خليو لنا كومونتير على واش ندوزو لكم الاواني ديال البريستيج ولا الشكيلات ديال الكوكوط والبرمات جرانيت. اللي بغى اواني بريستيج يخلي لنا كومونتير فيها رقم واحد، واللي بغى شكيلات ديال الكوكوط جرانيت وبرمات جرانيت يخلي لنا الرقم جوج في كومونتير. ولا شكرا على واجب ومرحبا اختي. وسام رقم واحد، ومريضة رقم واحد، غيتا رقم جوج، سيمو جوج، وسام واحد وجوج. مرحبا غيتا، بغينا كل شيء. اذا منين خليتو لنا الكومونتيرات هكا ندوزو معاكم اواني بريستيج وندوزو الكوكوطات وشكيلات ديال البرما جرانيت. نكملو معاكم شكيلات ديال البريستيج، كاين شكيلات جداد ديال الفراقة، هادي مرايا، وصولد عند مول الهمزة غير بمية وخمسين درهم، 3000 ريال. كاين هاد الشكيل هدا حتى هو صولد عند مول الهمزة بمية وخمسين درهم، 3000 ريال. كاين هاد الشكيل هدا ديال الفراقة على خمسة، هادي الثمن ديالها 150 درهم، 3000 ريال. 18 كاين هاد الشكل هادو ديال الصينيات، هادي النمرة 35 كارل الكاش دوزلك كاين هاد الشكل هادو ديال البلاطو على جوج، هادو شكيلات ديال البلاطو على جوج، هذا راه ما بقاش بقى منه واحد، الثمن ديالو 170 درهم، 3400. كاين هاد الشكال هادو، هادو تقال هذا راه صولد عند مول الهمزة ب 190 درهم، هادوك 600 صولد بمناسبة راس العام، صولد غير ب 190 درهم، 3800. هادا راه الخدمة ديالهم فينيا أم دوبل. كاين الكبير اللي هو هادا حتى هو صولد، صولد بمناسبة راس العام غير ب 230 درهم، 4600. هذا صولد ب 4600.
كاين هاد الشكيلات هادو ديال الكاج طوير، هادو موديلات جداد وزويونين، الثمن ديالهم 180 درهم 3600. وندوزو معاكم الشكيلات ديال الكوكوط وبرمات غرانيت موديلات جداد ديال الكوكوط غرانيت. كاين هاد الشكيل هذا إيليت، هادو شكيلات زويونين موديلات جداد وتقال، هادو راه تقالين كما كتشوفو من برا إينوكس، من الداخل غرانيت كاليتي وشي حاجة زويونة. هادي اللي عطاتك دابا السيارة إيليت وشي حاجة ثقيلة، ماشي زعما من الداخل غرانيت ومن برا إينو، فيهم العبارات كاينة ديال 3 يطرو، كاينة 4 يطرو، وكاينة 6 يطرو، وكاينة حتى ديال 8 يطرو. هادي ديال 3 يطرو الثمن ديالها 490 درهم 9800 80. كاينه هادي ديال 4 يطرو هادي الثمن ديالها 540 درهم 10800. كاينه هادي ديال 6 يطرو هادي 590 درهم. وكاينه هذه ديال 8 يطرو الثمن ديالها 660 درهم 11200. كاين هذا الشكيل هذا هذه اينوكس كامله حتى من الداخل كنز، هذه 6 يطرو الثمن ديالها 530 درهم 10600. وكاين هاد الشكيل هذا ديال كاسرونات اينوكس، هادو كاين فيهم 5 في السيري، هادي الصغيرة الثمن ديالهم حتى هما صوند عند مول الهمزة ب 4600 230 درهم. نعاودو نفكرو الناس بالعنوان، حنايا في ويسلان حدا مؤسسة اللبيب، هي مؤسسة اللبيب كيف ما كتشوفو. كاينة مؤسسة اللبيب هي كيف ما كتشوفو معانا. كاين هاد الشكيلات هادو ديال القراعي ديال الزيت، هادو شكيلات جداد وزويونين. كاينه هادي بالروبيني، بالروبيني ديالها الثمن ديالها 1400 70 درهم ديال 5 يطرو الثمن ديالها 1400. كاين هاد الشكيل هذا بلا روبيني يعني سامبل حتى هي 5 يطرو والثمن ديالها 1200 60 درهم. كاين هاد الشكيلات ديال المقلا، هادو شكيلات زويونين وجداد بليديدات، هادي الثمن ديالها 1200 60 درهم. كاين هاد الشكيل هذا هادي النمرة 25 هادي الثمن ديالها 70 درهم 1400 بالبالا. وكاين هاد الشكيل هذا هادي الصغيرة ديالها حتى هي بالبالة ديالها والثمن ديالها 1200 60 درهم.
كاين واحد الشكيل زويون وجديد. هذا الشكيل زويون وجديد وشي حاجه ثقيله وكاليتي ديال الخشب. هذه كاليتي وشي حاجه زويونه. النمره 26 سنتيم. الثمن ديالها حتى هي بمناسبه راس العام عند مول همزه غير ب 100 درهم، 2000 ريال جرانيت من برا وحتى من الداخل وثقيله. نعاودو نفكروا الناس بالعنوان كيف ما كتشوفوا معنا، كاينه مؤسسه اللبيب كاينه المحطه ديال الطاكسيات العمارات. كاين المحطه ديال الطاكسيات ديال العمارات، حنا غادي نخرجوا تاليها باش كيف ما قلنا من قبل ما يبقاش يلقى حتى واحد المشكل من ذاك الاباجورات. عاد ندخلوا ما اختي ان شاء الله الى كتاب. المهم السلعه اللي كتدخل كندوزوها في الله. ورينا كسرونات غرانيت. عاد نجيبوهم اختي حيت ما بقاو الناس. المهم غايجيو حتى هما ان شاء الله وغندوزوهم ضروري في اللايف. كاين المحطه ديال الطاكسيات هي كيف ما وريناكم من قبل. كاين الشارع الكبير ديال العمارات. راح مريح مريح. كاين البنك الشعبي هو كيف ما كتشوفوا معنا. كاين بي ام سيو هنايا، تيرمينيس ديال الطوبيس والطاكسيات. تيرمينيس ديال الطاكسيات وكتهبطها بطا وحده حتى المحل. راه المحل كيف ما كتشوفوا معنا، وكاينه مؤسسه لابي. ونهاركم مبروك ومرحبا بالجميع. السلام عليكم. تسناو معنا لايفات خطيره وباثمنه ديال مول همزه، اثمنه جد خياليه. ومرحبا، نهاركم مبروك.